نقاشا لكل هذه التطورات من طهران ينضم الينا الكاتب والباحث السياسي السيد مصدق بور. سيد مصدق اهلا بك معنا في هذه الساعه وفي التاسعه على سكاي نيوز عربيه. تنديد من جهات عده اهمها المفوضيه الساميه لحقوق الانسان بما وصفته بانه عنف مفرط تجاه المتظاهرين. بدايه لنسال عن الروايه الرسميه الموازيه لمقتل فتاه على أيدي الشرطة، شرطة الأخلاق الإيرانية، وصولا حتى إلى الاحتجاجات اليوم التي تعم أكثر من مدينة في إيران. نعم، شكرا، مساء الخير. أهلا بك. أنا يجب أن أقسم كلامي، يعني جزء كلامي إلى شقين، يعني شق داخلي وشق خارجي. حاليا لا نتحدث عن ردود الفعل الخارجية، نتحدث عن الشأن الداخلي. نعم، نحن متأسفين، كل إيران، كل الدولة، كل القيادة هي متأسفة لما حدث، وأيضا لا نستطيع أن نقول بأنها توفيت بصورة طبيعية، لأن المهم الشرطة احتجزتها وهي طفلة، يعني هي ليست يعني كبيرة في السن ومن عائلة ومن أسرة محافظة وتأثرت كثيرا، ربما هذا الشيء أثر عليها. على أي حال هناك تحقيق، الرئيس طلب بفتح ملف تحقيق دقيق، وكذلك القائد المرشد ايضا، وهناك اهتمام كبير من هذا من هذه الناحيه، وحقوق هذه الاسره سوف تكون مضمونه. ولكن هناك خلل، نعم هناك خلل، نحن نعترف، يعني هناك خلل في المجال الثقافي. يعني انت عندما تحاربين الفساد لابد لا نكتفي بالشخص المفسد، يعني يجب ان نعالج جذور هذا الفساد. يعني لماذا يعني تكافح الشرطه يعني رديئات الملبس ولا تكافح الذين يروجون لهذه الملابس في طهران وفي المدن الكبرى وهم يبيعون هذه الملابس غير المحتشمه؟ وبالتالي يجب ان يكون هناك تاهيل. هذه النقطة نحن علمنا فيها، يعني نعم، ولكن اسمح لي في هذه النقطة، يعني أنت تتحدث عن رديئات الملابس، يعني هل هذا الأمر هو محدد وموصوف تماما؟ نعم. بالنسبة لشرطة الأخلاق الإيرانية، وما مدى تقبل حتى الشارع الإيراني له إن كان أمرا مسلما به من الجهات الرسمية في إيران؟ الشارع الإيراني يعني بصراحة يعني هناك أشخاص مندفعين من الخارج، يعني يعملون وفق مخطط، واليوم أعلنوا بأنه تم اعتقال هؤلاء وهم على صلة ببعض المنظمات، وهناك أيضا أشخاص معارضين لحكومة الرئيس رئيسي وهم ما يحسبون على التيار الإصلاحي، وأنا لا أذكر أسمائهم. هم في فترة من الزمن عندما هم كانوا يعترضون على شرطة الأخلاق، لماذا لا تتدخل بصرامة، ولماذا هذا التحلل الخلقي في شوارع طهران؟ يعني هم كانوا وهم من أسسوا لهذه النواة، يعني واليوم هم يعترضون هذا النظام. إذا هذا الموضوع أصبح تحول إلى موضوع يعني مسيس، موضوع سياسي وموضوع تنافس حزبي، تنافس انتخابي أو تنافس على السلطة. ولكن القيادة عموما يعني هي وعدت، وهناك مشروع ومسودة قرار سوف يدرس ويرفع إلى البرلمان، يقضي بأولا وقف هذه الاحتجازات نهائيا، ووقف عمل هيئة الأمر بالمنكر. يعني قبل السؤال حتى عن تهدئة النهي عن المنكر هذه، نعم، الاحتجاجات، إن كانت السلطات، نعم، بالأساس ما زالت قادرة على تهدئة هذه الاحتجاجات. اليوم الحديث عن رداءة المظهر العام بالنسبة للفتيات في إيران، هل هو حديث منطقي له أولوية في النقاش الإيراني؟ نتحدث اليوم عن أزمات أخرى أكبر وأكثر خطورة في الداخل الإيراني، أهمها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على وقع العقوبات المستمرة على الجانب الإيراني، وتعثر الوصول إلى اتفاق نووي مع القوى الدولية يحرك بعض من الأموال المجمدة بالنسبة لإيران. هل اليوم الأولوية بالنسبة للإيرانيين للنقاش في البرلمان هي ما يتعلق برداءة ملابس الفتيات في الشارع؟ لا طبعا لا، يعني ليست هذه الأولوية، يعني حتى للشارع الإيراني أيضا ليست أولوية، ولكن يعني هذه الموجة المندلعة هذه دائما يعني تستمر، يعني هناك من يغذيها من الخارج، يعني هناك أناس مندفعين وهناك أناس أبرياء أيضا يشاركون، يعني
يتلاعبون بمشاعرهم وهم يتألمون باعتبار هذه هي مواطنة من هذا الوطن، وبالتالي يعني هناك نوع من التعاطف يعني. يعني ما قصدته بالسؤال أكثر سيد مصدق، صرامة التعامل مع ما تصفه الجهات الرسمية في إيران بأنه تفلت في المظهر العام، يعني هل يستقيم أن يكون الأمر بهذه الصرامة؟ هل له أولوية حتى بالنسبة للقيادة الإيرانية في هذه المرحلة على الأقل؟ أساساً إيران أو القيادة لم تعطي أولوية لهذا الشيء يعني بكل صراحة. أنت إذا جئتي إلى طهران سوف تشاهدين يعني المظهر العام للنساء في إيران، يعني سوف تتأكدين من هذا الكلام. هناك حتى انتقادات للقيادة بأنها لماذا لا تكافح، لماذا لا تتصدى يعني لهذه المظاهر البذيئة من وجهة نظرهم، باعتبار إيران دولة إسلامية والحجاب أيضاً ملزم، ولكن ليس هناك يعني صرامة كبيرة. ولكن ما حدث للأسف يعني حدث هذا، وربما أيضا لم يكن خطأ يعني هم استفسروا منها وطلبوا منها أن تأتي إلى مركز التأهيل يعني التابع لشرطة الآداب، وهي كانت خائفة ومذعورة، وكانت هناك فيديوهات مقاطع فيديو عرضت وهي تدخل وتنزل من السيارة وكانت بكامل صحتها، قامت من مكانها وارادت ان تستشير احدى المستشارات في صاله التاهيل لشرطه الاخلاق، وهناك يعني هي اصيبت بذبحه قلبيه، وبالتالي يعني ولكن كان هنالك صور مختلفه منتشره على الاقل في وسائل التواصل الاجتماعي لما يقال انها عمليه تعذيب تعرضت لها هذه المراه، ولكن هنالك من يقول ايضا ان زياره ممثل عن مكتب المرشد الايراني علي خامنئي لاسره القتيلة هي قد تمثل ولو اعترافا ضمنيا بالمسؤولية عن ذلك. برأيك أخيرا، هل السلطات الإيرانية اليوم قادرة على تهدئة الوضع أم أن شرارة الاحتجاجات هذه قد تتطور وتنتقل إلى مربعات أكثر خطورة؟ في دقيقة لو سمحت. أنا أعتقد السلطة الإيرانية لم تستفد يعني من قبضتها الحديدية، يعني هي حاليا تميز، يعني هي تعرف أن هناك من يوجه هذه التظاهرات وبهذه الطريقة التي تطالب بإسقاط النظام وتطالب بالإجراء بعمليات تخريبية، ولكن المشكلة أن هناك مواطنين عاديين ربما هذا يصعب من مهام الجهات الأمنية، ولذلك يعني أكثر شيء يعتمدون على الجانب الأمني والاستخباري وهم يحاولون يلتقطون الأشخاص ويحققون معهم ويعرفون اتصالاتهم مع الدول أخرى يعني مع جهات أخرى، وبالتالي يعني هذه المشكلة ربما يعني هناك بعض الصعوبة لأن هناك مواطنين عاديين هم في وسط هذا. نعم سيد مصدق، السلطات يتواجه بعض الصعوبة، ولكن أنا أعتقد سوف تحتوي يعني هذه المشكلة. سنبقي عينا على كل هذه التطورات من إيران من طهران تحديدا، الكاتب والباحث السياسي سيد مصدق بور، هذا ما سمح به الوقت، شكرا جزيلا لك.